ليه؟ اروح اطمن على العيال. ان شاء الله خير. خش نام انت. من غيرك؟ انا نمت خلاص، هقعد برا شويه وبعدين انزل المنظر. حاضر. فروتها دي فين يا صوره؟ استعمليني يا رجلي، امشي بيا يا حزينة. قويني لحد ما ألقاها، مش عايزة أموت. روحي متشعلقة. اللي مصهرك لحد دلوك، وانت ايه اللي جابك دلوك؟ زعلان ولدك يلحس كلامه معايا، مش عيب؟ هو بنات الناس لعبه. قلت لك لو تقدر تمشي معاه مشي، بس انا لا جيت لا في الاول ولا في الاخر. لا البنت وامها زعلانين. معلش بكره يروقوا. ما انا قلت كده برضه، انا جاي لك في موال تاني. خير يا ابو زكي؟ دلوك الانتخابات قربت. وبعدين؟ انا ولد عمك اولى من الغريب. عايز تبقى سيادة النايب يا ابو زكري؟ ايه كتير علي. ما انت خدتها قبل كده. ايوه بس دي محتاجة مصاريف كتير، وانا عارفك تخاف تخش الحمام لا تجوع. تصرف قد ما تصرف. اشمعنا المرة دي؟ عشان قد ما تصرف حجيب اللي تصرفه اكتر. انت داخل تاخد ولا تدي الناس ابو زكري؟ الناس لو لقيوني رغيف هيعبروني. طب ايه المطلوب مني؟ كلمتك تديها لي احس اني نجحت. كلمتي ما اديهاش غير للي يصنع. وكل مره تقف قدامي ما فيش مره تقف معاي. معلش يا ابو زكري، احنا فين والانتخابات فين؟ سيبني يعني اخد ودي مع نفسي. ماشي يا ولد عمي. ايه مهمة العروسة الجديدة دي؟ زهقت ولا تعبت؟ مع السلامة يا ابو زكري، تصبح على خير. طولت علي الدروب بمشي ما خلصاش، انا عشنا اللي بيطلع من الجحر طاشي. طولت علي الدروب بمشي ما خلصاش، انا عشنا اللي بيطلع من الجحر طاشي. يوم الحياة تبقى اكثر من نفس مخنوق، ويوم اقول تنتهي من
مالك يا بنتي؟ اللي مصحيك لدلوك؟ مفيش يا ابوي، راسي وجعاني. اجيب لك دواء يا بنتي؟ لا يا ابوي، انا هعمل كوبايه شاي وهروق. مالك يا زهره؟ مفيش يا ابوي، اخش انام. وانت يا بنتي؟ انا شويه وهخش انام. وحشك باسم؟ مش اخوي، بس هو عند عمي في امان. امان؟ ما هنا امان برضو. هناك امان اكتر. امان اكتر من بيت ابوه؟ هنا زي هناك. خش ارتاح يا ابوي. تصبحي على خير يا بنتي. ابوي. نعم يا بنتي. رد الباب على روحك من جوه بالترباس. خبر ايه يا زهرة؟ في ايه؟ اقفل على روحي ليه؟ مفيش يا ابوي، اصل الباب بايظ وهيتفتح وحده، تبرد. حاضر يا بنتي، تصبحي على خير. وانت من اهله. واد يا مناع. نعم نعم يا حاج السيد. انا صاحي ولا نايم؟ انت صاحي وزي الفل يا عم سيد. تمام، يعني انت ما متش؟ لا لسه عم سيد. مليح. وايه اللي مخليك مصدق نفسك قوي كده؟ مصدق نفسي في ايه يعني؟ انك حي ما متش. مش ممكن تكون مت وما حسيتش؟ كانوا قالوا لي يا حاج سيد. عمك الحاج جوا؟ اهو قاعد هناك اهو. باين عليا الدبيت يا حاج. ليه بس يا حاج سيد بعد الشر عليك؟ اقعد اقعد اقعد. اشوف كل اللي راحوا ولا بكده عارف الحي من الميت؟ خايف اكون مت ومش حاسس. لا انت عايش، عايش ورايق وزي الفل. ما انا جيت لك عشان اتاكد. تتاكد من ايه؟ انا حي مش ميت. من ساعة توحيد ما ماتت ما فرجتنيش دقيقة. ده لانك اصيل. بس الليلة شفت العجوبة. شفت بدرة. حلمت بلميعة وبقيت مش عارف الحي من الميت. شفت بدرة في الحلم يعني؟ يا ريت كنت صحيت. شفتها في الحقيقة. شكلها هيخوف وعايزة والد أخوك. أبقى دبيت صح؟ لا لا دبيت ولا حاجة. بدرة راحت فين؟ جبلي ولا بحري؟ وأنا فيا عرق يرف. أنا قلت عفريت وجيت لك. يعني ما شفتهاش راحت فين؟ لا يا أبو العم. لو جت لك تاني رد عليها الباب وكلمني. تجيني تاني كيه؟ ما هيختفوا تاني. لو كده كنت جبت لك توحيد وجيت اولى.